اوكي حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل سامي. احنا شباب رجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير، مثل ما انتم شايفين شباب باقي عنا هون 30 ثانيه لنشوف الحاضنه الجديده يا اساطير. كثير متحمس الحاضنه حبايبنا، لايك جدكم شوي من قبل يا اساطير، مثل ما بتعرفوا دائما لازم المقطع يكون دائما جاهزين حبايبنا. اوكي سو يا اساطير، قبل ما نبلش مقطع حبايبنا الكرام، لا تنسوا الصلاه على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يا على الناس لا تنسونا باللايكات والشيرات والبرتاجات، ونزل تحت معك شوي كم ثانيه معلم، روح حط لنا لايك، خلي وضع ريلاكس. اوكي وحبيب والله شباب، خلينا نبلش الحاضر شباب. طبعا شباب ما انتم شايفين شباب عندي 115 دخل، خلينا نقول عندنا 115 بطاقه. تمام يلا شباب، الحاضر انجددت، انتهت الصلاحيه، مثل نشوف. بسم الله اتمانو يا للروعة شباب، الآيم وخيام يا ساتير. طبعا شباب نزلت لكم مقطع من زمان كثير على الحاضنة الشباب قبل ما تنزل تسريب إذا كان، وأنا شباب رح نشوف نجربها على المضبوط يعني، فهمتوا علي تشيب. أوكي شباب مثل ما أنتم شايفين حبايبنا، قول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تقريبا عندنا 115. أوكي شباب ما بدنا ندخل معنا بسرعة، ما بدنا هيك يعني أطول عليكم. أبرب بليز، لا شو الحظ البيت، لا ترى ما بدنا حظ بال، لا حجر ولا خوشة ولا اي شيء. ثواني معلم، ثواني شباب، انا هون بلش الوضع، ثواني نوطي شوي المؤثرات. اوكي تعال هون، يلا بسم الله، يلا ان شاء الله شيء حجر او شيء. وين كفو، هي اول حجر، هي ثاني حجر. ثواني شباب خلينا ندخل شباب نشوف الاوضاع هون. هذا الكبير طبعا، هذا فيه تمام شباب، في اثنين هن من اقوى شيء، فهمتوا علي كيف؟ تمام عندنا هذا الفيو التوب يعني معلم، الصاعقة الأحمر معلم يعني مبين من شكله شباب، الإفكت وكل شيء إشي مرتب حبيبي والله. تمام عندنا هون فيو شباب ضرر قوي كتير، ومعدل إطلاق النار تمام، والمخزن الذخيرة عادي بس هم شيء مو مهم شباب، حط له شارجر وحبيبي والله. بالنسبة للتاني شباب عندنا هون اثنين معدل إطلاق النار حبيبي والله، تمام سرعة التحميل مش مهم كتير، وفيه دقة كمان حلو يعني، فيه معلم سرعة ودقة يعني كمان مرتب شيء تمام. بالنسبة للأزرق دقة واختراق دروع يعني حبيبي والله. اوكي مش كثير لوز هدف. هذا بالنسبة للأخضر شباب، المدى الأخضر ممكن يكون كويس بالمدى الكبير، المدى العالي بس، ولكن شباب مثل ما بتعرفوا حبايبنا الله يسعدكم شباب، كل سلاح فيه ضرر وسرعة يعني ما يعتبروا من أقوى شيء، فهمتوا علي شيء. اوكي يا صديقي خلينا نبلش شباب ونكمل ثاني حجر حبيبي والله. هلا هلا بدنا قناع معلم، لا وقف الهدف، بدنا قناع، بدنا قناع يا زلمة. هاي سعدي لك قناع وعجر، نايس معلم حبيبي والله. اوكي شباب هون عندنا لازم نحط قناع، تمام يلا نقول بسم الله. هذا هو، هذا هو ان شاء الله، هي هي يا سعدينك يا احلى قناع معلم حبيبي والله، كفو. اوكي شباب يلا نضرب ضرب ثاني معلم، شو يطلع لنا شي قناع، شي قناع وش، وي احلى قناع الثاني يسعد. اوه ماي جاد شباب، شو هي كانت، شوي يا زلمه شوي شوي، شو هالضرب يا شباب حبيبي والله. شو عم يصير معي يا زلمه، لقلقت ولا شو انا، ايش هاد ترى شباب يعني بتعرفوا شباب ليش هيك متحمس كثير؟ انا اليوم ما كنت فتح اللايف، ما فتحت لايف ولا شيء، كنت بتعرفوا يعني بعرف يعني حبايبنا عم ناخذ استراحه، ولما دخلنا هيك متحمس كثير حبيبي. المهم ركز نتكلم بالضرب شباب، حجر باللوز طبعا هون شباب انا باقي عندنا 45 تمام. نشوف صح عندنا 11 هلا شباب، اذا بنجيب اثنين قناعين ان شاء الله بيكون الامر باللوز معلم. يلا ان شاء الله قناع، قناع معلم، يلا ان شاء الله القناع، القناع يا زلمه يسعد دينك. اوكي شباب اخر قناع ان شاء الله تمام، ونجرب فيه خلاص باللوز. لا يا زلمه كله مع بعضه كله، شو اخيرا الحظ ابتسم لنا شباب، مثل ما انتم شايفين شباب حركه، سكرنا المايك بالغلط، مثل ما انتم شايفين حرقنا ابو جد الحاضر المعلم بدون صفر مجوهره، وشو بقى معنا بطاقات شباب يعني وضع باللوز. خلينا نعمل الحسبه شباب، خلينا نحسب كم معنا 115، يعني اذا كم 115 يعني كم بيسوي معنا، خلينا نعمل الحسبه يعني شباب. طبعا اذا 100 خلينا نقول 100 بطاقه شباب، كل بطاقه ب 90 يعني تقريبا بيساوي معلم طول بالك، نعمل 100 حبيبي والله معلم والله شباب يعني تقريبا شيء 9-10,000 جوهره يعني حبيبي والله. اوكي خلينا نجي لهون، يلا نحن رح ندخل شباب، طبعا ندخل نجرب الاثنين، نجرب هذا نحصل على هذا تمام ايزي فريزي، نعمل له تزويد كمان ونجرب هذا شباب اللي فيه، لا طول ما نخرب ايوه هذا بدنا شباب، هذول الاثنين اللي كنت حابب يعني اجربهم ونجرب ونجربهم بعضنا. اوكي يا اساطير تو شوف نرجع لورا، نطلع لورا تمام، هلا هيك بنقدر نرفع صوت هذا اللعب المؤثرات تمام حبايبنا، نظبط الصوت هون
الأوضاع، وضعنا باللوز. أوكي معلم حبيبي والله، يلا ندخل على التدريب يا أساطير. طبعا هم نتأكد شباب، بدنا نتأكد من الوضع اللي هو وين آين هذا هو. أيوة راح نجرب الآن شباب هذا. تمام، 2 معدل إطلاق ودقة، بعجبك سرعة ودقة شباب، يعني ممكن يكون أمر نار نار. أوكي ادخل نشوف معلم، هذا ندخل يلا نشوف. يا بوي يلا دخلنا يا زلمه، ايش قاعد تطول؟ يلا بلو دخل ولك عاش. هلا والله يلا روح، يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يلا دخلنا معكم يلا يا زلمه ندخل نجرب. طبعا شباب كشكل كشكل شباب كشكل يعني صراحه، اكتبوا التعليقات شباب انا ايش هذا 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 الثاني. تمام نشوف كم ضرر معلم هيك على العاليه. 200 هذا فيه 60 حبيبي والله معلم، سرعه تمام سرعته تمام، يضرب 36. اوكي خلينا نحط هذا الاي معلم، نحط له هذا فيه مدى ودقه، سرعه ودقه شباب. تمام سرعه ودقه، برجع بكرر. اوكي يعني شباب اذا حطينا له هذا مثلا، طول بالك شو راح يصير شكله هذا. ما جاب 26، نار 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 وشرة. طبعا شباب ما راح نجرب، راح نترك هذا نخليه على جنب شباب، ما بدنا يعني نجرب هيك على خلينا نجرب واحد هذا هيك وناخذ واحد ثاني. تمام والباقي ناخذ لهم ال سبيتات هذول معلم والله هذول. تمام طبعا شباب بالنسبه للقطعه اللي فيها بالقطعه فيها 42 هذا 42 46. اوكي يلا ندخل معلم، وهنا نشوف الوضع كيف راح يكون. اوكي حبيبي والله. اوكي شباب الان شباب راح نجرب هذا الـ هذا الـ هذا. تمام نجرب هذا ونشوف شو وضع معلم، ما نقربش. طول بالك طول بالك طول بالك، ما كنت مظبط وضع، طول بالك طول بالك، كنت حاطط غير الريموت كنترول ديك تبعت الكنترول معلم، طول بالك لا تنبسط كثير. هذا نجي نشوف اعمل بعد 21 يضرب يعني شو مثلا ما مت. لا بلشنا الغلط ما تبغانا معلم، ربك في اس اس في اس اس مع قطعه جايه على التدريب يا زلمه. ايش هذا قول لي، طولي بالك طولي بالك معلم. شباب صراحه بدنا نحمي شوي الاصابع شوي. 170 فهمت عليك، هذا بالنسبه للقطع هذا ملقلك اقسم بالله ملقلك يا اخي. ابلع ايوه هي ظبطنا الوضع معلم، ايوه معلم ايوه معلم. فيسس فيسس يخرب بيت سنتك يخرب بيت سنتك يا جايبي فيسس. اوكي شباب 80 يا 18 يا اخي والله ما يخرب، ما يخرب شيء ما يخرب شيء معلم. خلاص شباب بدنا نشوف هذا الجرب جرب بشكل سريع، هذا هو يا اخي يا اخي ما يخرب ما يخرب ما يخرب. اوكي شباب طول بالك طول بالك، خلينا نروح نجرب شباب. بالنسبه لهذا الشباب مثل ما قلت لكم يعني كان يضرب 100 يعني 19 109 وهالشيء. تمام الان شباب بدنا نروح ندخل نجرب الثاني. تمام اوكي اساطير ونشوف هذا. طبعا شباب هذا الثاني يعني يعتبر من ال كثير غالي. تمام الاغلى تمام طبعا كشكل تفرج معي حبيبي والله يا بوي. لوز 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 لوز. اوكي هنا عملنا ضبطنا الوضع، خلينا نطلع كذا نجرب نشوف. يا بوي يلا بسم الله ان شاء الله يكون الوضع ان شاء الله معلم، بدنا نجرب ما يدخل بسرعه نجرب ندخل على السريع. هذا فيه ضرر فيه 2 ضرر واحد سرعه يعني فهمت علي كيف؟ يعني الدمج راح يكون قوي كثير. اوكي خلينا ندخل نجرب هذا لهون، نجي لهون نجي لهون، وين هاي وين هاي وين هاي لاين بال 22. اوكي خلينا نحط له شباب واحد عادي والثاني بدون هذاك، واحد هيك واحد. اوكي واحد بقطعه واحد بدون قطعه، هذيك قطعه الصفراء. اوكي بالنسبه لاول بدون قطعه يعني على الجسم كل شيء ب 40 تمام. خلينا نجرب على ادم بشكل سريع معلم، شوف شو وضع ادم مرات خربت. لا ندخل نشوف، خلينا ندخل جوا شباب نجرب على اللاعبين مباشره يعني نحن عم نلعب افضل. يلا خلينا نجي لهون نحرك الكاميرا عشان نشوفه منيح. اوكي اوكي وين الناس؟ هات نشوف صراحه شباب كشكل
تدش مرعب. قل 120 بالهيد وحبيب والله حلو. وهذا الجرد حبيت اجرب بالقطعة يا الزلمة، بالقطعة يا زلمة، خلينا نجربه بالقطعة. بالقطعة معلم يا لطيف، شيء بيخوف اقسم بالله. تمام يلا 25 يضرب معلم، شيء متل واحد عشرين ولي واحد ونقطة. الدنيا عتمة شاب ورصة صغيرة، الدنيا عتمة صغيرة ما عم بشوفه قسم بالله. what is this معنا؟ طولي بلا معنا، طولي بلا، طولي بلا، طولي بلا، فرحان على حالك. 21 بديتين تقريبا. حلو قولي 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 معنا، طولي بلا فاتلين جنون شباب مش كده دولي معلم ناس منخ طول. اي اي يا سلام يا سلام. غدر غدر معلم، ما تقدر تتنفس، ما تقدر تتنفس معلم، ما تقدر تتنفس، ما تقدر تتنفس. 30 يضرب معلم شباب، انتم شايفين يعني شباب، يعني طبعا مو السلاح اللي راح يكون يعني سلاح ال واو واو، بس ولكن شاب كائن تمام عن جد شيء اسطوري يعني. فهمتوا علي كيف؟ يعني راح يكون يعني من بين مثل ما انتم شايفين يعني راح يكون 16 يضرب شايفين معي كيف يعني. حلو ماشي ماشي. شوفوا عم جربت بالقطعة وبدون قطعة الصراحة شباب، يعني واحد راح يكون مش توب توب تمام، راح يكون واحد من أقوى الأسلحة يعني. فهمتوا علي كيف؟ يعني من أسكنات تمام، من حيث الخصائص خصائص و... أوكي شباب، ما راح أطول عليكم كثير حبايبي. جربنا أفضل اثنين باختصار. أوكي يا أساطير. So ladies and gentlemen حبيبنا الكرام، الله يسعدكم، شكرا لوجودكم معنا يا ستير، ان شاء الله عجبكم مقطع يا حلوين. لا تنسونا بزر اللايك والشير والمشاركه وكل الاشياء البقلاوه معلم حبيبي والله. بشوفكم مقطع جديد ان شاء الله، استفدتوا منيح، اعطونا رايكم بالتعليقات يا حلوين، وبشوفكم على خير. سلام عليكم.